اليوم هو تتويج لعمل دام زهاء سنة فيه تأطير لمجموعة أفريقيا سيلم تحت لواء مجموعة السهام. اليوم كان حضروا بين ظهرانين مثقفين صحفيين إعلاميين فنانة جو شرفونا اليوم باش يتقاسموا معنا هذه اللحظة التاريخية اللي كان اعتبروها هو مسار اللي غير تحسب المجموعة السهام في إطار دعم الخلف ودعم هذا الموروث الثقافي اللامادي اللي كنتمنوا الاستمرارية دياله لأن كنحبوه كيحبوه المغاربة كاملين. إذا اليوم إن شاء الله غادي أتوج هذا المسار بسهرة فنية كبرى غي حضرها مجموعة السهام اللي غتكون حاضرة معنا اليوم. في تأتيت الفضاء يكون الأستاذ لوغشيت الصحفي المقتدر، التنشيط لفريد المقدر، والمجموعة اللي ستوقع شريطها الآن هي مجموعة أفريقيا سيلم اللي كنتمنوا لها مسار موفق إن شاء الله. شكرا لمنبر لهذا الإعلام اللي صراحة أنفاس بريس اللي ما فات أي يواكب هذه الأنشطة ويدعموها، فتحية لكم كبيرة وكبيرة جدا. مجموعة السهام وأفريقيا سيلم لأنشط هذه الأمسية التي ستشهد ميلاد منتوج جديد وألبوم جديد لفرقة بدأت في صمت ولكن وجدت ضالتها في خالد مشفق الذي أبان عن علو كعبه واستطاع أن ينسج مجموعة تتكون من 4 قطاع سجلها بطريقة احترافية، واليوم سنعانق مع الجمهور هذا الميلاد وسنحتفل به. أولا هو نداء لجميع المجموعات الصغيرة أن تحدو حدوى أفريقيا سيلم وتبحث عن صاحب كلمات ولحن لكي تستمد منه الاستمرارية. فجاءت البادرة كمشروع من الأخ خالد أنه هذه مجموعة أفريقيا سيلم تمشي على هذا النمط بهذا الشرط هذا لإعطاء صورة كاملة على هذا النمط الفني، وذلك باعتباره داخل الثقافة وداخل الموروث الثقافي المغربي. فكنتمنى أن في هذا الشرط وهذه المبادرة لمجموعة السهام وجمعية بودور بودور بلادي أنها تكون بداية لإعادة إحياء وإعطاء نفس جديد والسير للأمام بهذا النمط الفني. وفي هذا الإطار هذا فكنتمنى من خلال الندوات اللي غتكون حول هذا المشروع وحول هذا النمط هذا الألبوم هذا، فالجهات المسؤولة فلها دور كبير لا من ناحية الإعلام لا من ناحية التوجيه لا من ناحية الدعم المادي والمعنوي كذلك لمحاولة إعطاء الثقة وإعادة الثقة في الناس اللي مهتمين بالأغنية المجموعاتية، وذلك حبذا لو تم احتضان كذلك بعض المجموعات واستدعاهم للقاءات في التلفازة في الراديو في المهرجانات، فهذا النمط خصو ما يموتش. فالجهات المختصة والجهات المسؤولة كتبقى على عاتقها هذه المسؤولية. إذا مجموعة السهام بحيث أن مجموعة السهام احتضنت هاد المجموعة هذه ووفرت لها جميع الشروط الفنية واللوجستيكية باش تستمر في الإبداع ديالها. لأن علاش؟ لأن لقات في مجموعة أفريقيا سيلم كل المقومات ديال الإبداع. فمقومات الإبداع لضمان الاستمرارية يجب أن تكون فيها أصالة أصالة، لأن 50 سنة بالنسبة للظاهرة الغيوانية 50 سنة ماشي سهلة، هو نصف قرن. باش تستمر خاص تكون الأصالة في الإبداع، خاص يكون واحد التفاعل مع المحيط مع الأرض مع تراب الأرض مع التمغربيت. هذا ما وجده ولمسه أعضاء المجموعة ديال السهام، وخاصة الأخ العزيز المبدع الكبير السي عبد المجيد مشفق والأخ العزيز المبدع الكبير السي خالد مشفق والباقي حنين والجميع لقوا في هذا في أفريقيا سيلم كل مقومات ديال ضمان الاستمرارية.